سلم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الرسالة الخطية الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر الاتحادية. جرى ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لمعالي السيد محمد الأمين صيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر الاتحادية بقصر القضيبية صباح اليوم.